السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أرحب بكم من جديد إلى برنامج قصص الأنبياء، واليوم نعيش لحظات إيمانية مع نبي آخر من أنبياء الله الصالحين، إنه نبي الله أيوب عليه السلام. لقد اعتاد الناس أن يضربوا الأمثال على صبر هذا النبي العظيم أيوب عليه السلام، فكلما ابتلي إنسان ابتلاء عظيما أوصوه بأن يصبر كصبر أيوب. وصبر الأنبياء هو أعلى مراتب الصبر، فصار أيوب عليه السلام مضرب الأمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو أيوب عليه السلام؟ وما هي قصته؟ وما سر بلائه؟ قال أهل العلم إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، ويحتج بيوسف عليه السلام على الأرقاء، ويحتج بأيوب عليه السلام على أهل البلاء. لقد ذكر الله عز وجل أيوب عليه السلام في محكم كتابه فقال: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. والأوبة هي العودة إلى الله، فقد كان أيوب عليه السلام دائم العودة إلى الله بالذكر والشكر والصبر، وكان صبره سبب نجاته وسر ثناء الله عليه. تروي كتب السنن أن أيوب عليه السلام كان رجلا كثير المال، عنده من كل أصناف المال وكل أنواعه، عنده العبيد، وعنده الأنعام، وعنده المواشي، وعنده الأراضي المتسعة، وكان له أولاد كثر وزوجات وصحة وعافية وشهرة وخير ونعيم. لكن شاء القدر الإلهي بين عشية وضحاها أن يسلب منه جميع ذلك، فقد ابتلاه الله تعالى في جسده بأنواع البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه لكي يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه، ولم يزده هذا البلاء إلا احتسابا وحمدا وشكرا لله تعالى. لقد ابتلي أيوب عليه السلام بمرض خطير، كان أول ما أصابه مرض الجذري، أي بلغة العصر درجة متقدمة من السرطان، حتى قيل بأنه تساقط شعره وتساقط لحمه وأنه لم يبق منه إلا العظم والعصب، فلبث سنين وسنين يعاني من المرض. بقي في بلائه 18 سنة، وقد رفضه القريب والبعيد والأهل والأحباب والجيران والخلان، لأن مرضه هذا
كان مرضا معديا، وكانت تنبعت منه روائح كريهة، فكل الناس قد رفضوه إلا زوجته ورجلين من إخوانه. فكانت امرأته تأتيه بالرماد وتفرشه تحته راجية أن يخفف عنه من وطأة المرض. ولما طال مرضه عافه الجليس وأوحش منه الأنيس، وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجها، وانقطع عنه الناس، ولم يبق أحد يحن عليه سوى زوجته ورجلين من أصحابه. فقد جاء في الحديث ما كان من أمر صاحبي أيوب، أنهما كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، وإلا لكشف عنه هذا البلاء. فذكره الآخر لأيوب فحزن عليه السلام ودعا الله تعالى. جاء في الحديث النبوي الشريف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص أقاربه، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين حتى أصابه الله بما أصابه. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه ربه، فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك. فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقول أنني أذنبت ذنبا، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان في السوق فيذكران الله تعالى، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في الحق. بمعنى أن أيوب عليه السلام لم يكن يصنع أي ذنب، بل الذنب الوحيد أنه إذا رأى رجلين يتنازعان، عوض أن يتدخل من أجل فك النزاع، كان يرجع إلى بيته فيدعو الله تعالى أن يغفر لهما ذنبيهما، لأنهما تصارع عن أمر من أمور الدنيا. لقد ذكر أهل التفسير بأن أيوب عليه السلام كان له أندران، أي قدحان كبيران، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله تعالى له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض من جوانبه، وأفرغت في أندر الشعير الفضة حتى فاض من جوانبه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بينما أخي أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب وفضة، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك يا رب، لا غنى لي عن بركتك يا رب. ولهذا قال الله عز وجل: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قيل بأن الله عز وجل أحيا كل أولاده وأقاربه الذين توفوا، وقيل آجره في من سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، وجمع له شمله بهم كلهم في الدار الآخرة. وقوله تعالى: رحمة منا وذكرى للعابدين، رحمة منا أي رفعنا عنه شدته وكشفنا ما به من ضر، رحمة ورأفة وإحسانا من الله تعالى. وذكرى للعابدين أي تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب عليه السلام.
وقد قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال: لقد رد الله عز وجل إلى امرأة أيوب شبابها ونضارتها، فزادها الله تعالى حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا. وقد عاش أيوب بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم على دين الحنيفية السمحاء، حتى جاء من بعده الأنبياء الصالحون. مستمعي الأفاضل، هذه هي قصة أيوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله الصالحين. لقد كان مثالا في الصبر وتحمل البلاء، حتى إن أهل العلم قالوا بأن الله تعالى يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على الصبر. فلنتمسك بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، وتذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلنتمسك جميعا بصبر أيوب، لنتخذ هذا النبي الأكرم مثالا يحتذى في الصبر والطاعة لله تعالى والاحتساب، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. مستمعي الأفاضل، وختاما نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يلهمنا الصبر والسلوان. اللهم أفض علينا صبرا من عندك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.